امس فريد مغا ثورة نروح غير وغميس انت مزيغ تقود تعمل حانت مريم أحمد علي مريم أزول فلام أزول فلام أحلام مثل نغدي سمو قولنا أزول فلام ننسو في سوان ونفدونغ إيسان ننغب وسيقين عندي ديلا يون الخبار دقويني عنا نحريش نتنزدوخ باللي الخبار نخلاص ثلاث شهور لديالة فبريد الخبار أنصح ران والقوان نذقي من وذ إقلان مقبل وأشمك ويتفدي لذلك سنت ماتورا نروح غير تنزدوغ ثان دان يديو كذا ساقين ونغلاف نتنزدوغ عبد الوحيد تمارا باللي الحكومات كفون اوك اسن فارن دي توهقان ذو حريشن لبني ذي نوعا لا ديال دينيك توهقان ذي القانون التذريم ثان وسقواسن زو جلافو 19 تمارا ذقيو ثان تير زان ثي بوين غير الولايان بليدا يفد غاف أفراق 1037 تنزدوغين ذي ثمذين تمقارن ثمينوث بوينان ميكروفون نزهور سيني أننا في قانون المالي 2019 سجلنا كل ما كان باقي بالنسبة لمكتتب العدل اللي دفعوا وصل الدفع أن التموين في 2019 باش ننتهي من كل الطلبات على المستوى الوطني لنقوم بتسليم 1037 سكن بصيغة البيع بالإيجار كحصة أولى لسكان ولاية بوليدا. نقيم كان ذي ثنزدوغ ثان دان دي وكذ الولين الجزائر ثمن ناخث عبد القادر زوخ ذي يوثن زيارين السار خراني غرفزن افتيكشي من ست ساني غرفزن سيار ثقران شهر اكتوبر جيني دي ثدون وكذ 20 نين لكولاث سيار ثقران وسقواس جيني وكن اسخفن التقانين المذن ذق غرفزن وكذ باللي القرايا ذق شاليثن دينو مقارن ثمران ودقرونا لغطس ذي الس ميكروفون بلال يوسفي ما كانش فيه فيضانات الشيء اللي وقع لازمكم لازمنا نفهموا حاجه الامطار كميه الامطار اللي من المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق اكثر من هذا حاجه ما على بالكمش بها البحر فاض دونك البحر والسماء لا اله الا الله محمد رسول الله لكن رغم هذا الحمد لله ما وقعش عندنا الحمد لله ثورا غير السرتيث ونروح غال بالمان نداني ديلان ورسم النواب الموالات وكذو جمدنا نحبوس غفو خديم من البرلمان اما ذق مشتشون الموالات وكذو سلوايا المجلس بوكذوذ اغنى وسعيد بحجة ميستلفن النواب وسلوايا بحجة ايق نجمعنا ساقين سوالنا فوسو فغيس داين قجان المكتب المجلس ويت نجمع ران سياذة سوالنا في القرايان لقوانين ميكروفون حمزة كحال وبعد لقاء يوم الأحد 30 سبتمبر 2018 الذي جمع السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني بالسادة رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني التجمع الديمقراطي تجمع أمل الجزائر الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة نواب الأحرار قررنا ما يلي تجميد أشغال مكتب المجلس الشعبي الوطني اعتبارا لسحب الثقة من السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ثانيا تجديد مطالبة السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني تقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني توقيف كل اجتماعات ونشاطات المكتب المجلس الشعبي الوطني وشكرا هذا بيان هيئة مكتب المجلس ما تراغ الوليان فيزي وزو عند ديلان غي فرارد في صالون أغنى ونتفلح ذو سنو الفون ديلان دي فيزي وزو ستكين البطاس نتلوينك خدمن ذو قحريشة جي نتفلح بغانت سكننت أوك أين خدمنت وثيم زكنت جي غاثلاد ذا بريدي وكن أدمي وسنن وذن بدلن ثيم وسني وين نسنت ميكروفون عمر حمامي بون سان ديجا ساتيستن كم خدمة شوية قخام تستيستركن من بعد تغلي دي لوكازيون سلاغ افيك اون اسوسياسيون تخدم دي فورماسيون اكسيليري لينا الحمد لله فراغا كي تسن ريوسيغ دي لا فورماسيون كي كملاغ توجور خدمة دي فروماج ا باز دو ليد فاش مي بازير مليح مليح في لا شيفغ تولي البرودوي ديني سي عجبنا مليح الكونسوماتور تنترجو سي ليتا مرسيون كون شتكي
باش كن البرودوي بيان سور الديفار سوق خام ويتغ امريكان توجور ريجيونال انا يلقى الديفار سمزك انت كي راني لي نكفا غيسال النار قيمتي النار مازال يسال نبدا لو كنت مداكلتي هو احلام مريم تنميرتي.